خلق حدايا تيقيس لي التليفون. السلام عليكم، انا من سكان دور الصفيح راس الماء ديبو تبريك تسلا، وناشد صاحب الجلالة كوني ظلمت في حقي. انا من ساكنة مدة 40 سنة، عندي 4 الاولاد، الكبير فيهم عنده 31 سنة، عندهم أدوية تتابعوها مدى الحياة. أنا مطلقة، عطوني البقعة ديالي، عمرت وريبت، ولكن من مشيت لعندهم لأنني ما عند الجيب خاوي الغالب الله، قالوا لي لا ما غنعطيوكش، يا إما تقبلي في الأرض عتراب، يا إما ما نعطيوكش الأرض المجهزة ما كايناش. ما بغاوش يديروا معانا شي حاجة، قال لك لا ما غنعطيوكش. وانا دابا راني غير متشرده من 3 شهور وانا مريبه، انا تنطالب صاحب الجلاله يشوف من حالي، راني تقهرت. انا تنقي العين دور هنايا، ما عندي لا سكن لا والو، ريبوا ليا، حيدوا ليا الحانوت اللي كان المعين الوحيد ديالي، ودابا ما داروا معايا التحل، تيقول لك ما كايناش الارض. علاش يجيو يريبوا لنا ما كايناش الارض؟ قال لك رجعي تبني البراكه ديالك. انا من هذا المنبر تناشد المحسنين وصاحب الجلاله يعاونوني، قال لك رجعي البراكه ديالك. صاحب الجلاله تحارب السكن والهشاشه السكن ودور الصفيح، وهما في حين تساهموا في التشرد ديالنا. قال لك سيري كري، حنا غنديروا معاك الحل. هذاك السيد خسرني 62000، انا عيت نطلب، انا عيت نسعى المحسنين، وكما كتعرف انت والمشاهدين اللي كيتابعوني بانني انا مريضه وهزت 3 ديال الدراري، وداني قال لي سيري كري ساعدي معايا تعاوني معايا. مشيت غنحل لك المشكل، غندير لك الحل، غندير لك هذه، ما كاين والو، ما كاين لا حل لا والو. ورجعت انا رجعت عاوتاني للبراكه، قال لي رجعي، ملي جيت عنده قال لي رجعي رجعي، انا ما عندي ما ندير لك، هاك ورا ما فيها حزاره، شنو كتعني هادي؟ كلشي كيفهم راه حنا عام مغاربه. انا كنطلب على حقي، يعطيني على حقي يا وليدي. انا بنتي عندها جوج وليدات وهجاله، وعندي بنتي وولادي جوج، وكنطلب عاد تعطيني حقي، غادي نمشي بحالي. ما هرب عليهم حتى مشي حق. دابا ريبوك ولا مازال؟ مازال، قال لك تريبي، راه جا قال لي طراكس غاتجي، رانا تخلعت وركابيه فشلوا عليا، رانا مرات وعروستي حتى هي طايحه مريضه بالخلعه، ودابا كنطلبوا يعطينا نمرتنا كامله نمشيو بحالنا. قالوا لي رجعي البراكه ديالك. انا باغا نحيد، فرحانه بديك الارض، انا كنت فرحانه بفارغ الصبر بالاستفاده بديك الارض وتنتسناها، ولكن منين تعطات الاستفاده راه ما شنا والو، راه ما عطاونيش البقعه ديالي، انا معمره بالبقعه وما عطاوهاش ليا. بغيت المسؤولين وبغيت صاحب الجلاله يشوفوا من حالي ويجيو يشوفوا فين كاين هاد الخلل. انا ما عرفتش شنو غادي ندير، ما عندي ما نعطي. اللي عنده عمو يدي، واللي عنده خالو في العروبيه يجيبو يدي، اللي عنده عائلته في شي بلاد يجيبها يدي، واللي عنده شي حد براني يجيبو يدي. والساكنه ما دات والو، راه السكان القدام الا جيتو تبحثوا راه تلقاو السكان القدام ما باقين تيتقطعوا، راه السكان القدام ما خداو والو، والبراني جا خدا، والبراني كامل خدا. علاش اخويا انا غايده ليا هاد الحقره هادي؟ علاش انا مريضه؟ انا تنجد جمعيه، كنادي رجل بضميره اللي فوق هاد الناس هادو يجي يحل لنا المشاكل ديالنا. راه حنا بقينا غير المضرورين، بقينا غير الناس المضرورين، بقينا غير الناس اللي ما عندهمش، بقينا غير الناس. دابا كيقول لك ريبي عاد اجي خدي زجاجه السكنه، هاد الناس فين غيمشيو؟ انا كون كان عندي ما غنبخلش على راسي، وما غنقولش ملي كان عندي راه ما عمر شي حد نطقت وقلت راني شنو شنو. كون عندي كون عطيت ومشيت بالفوريا الشيفور كما داروا الاولين. هنا هنا اما عندك الفلوس، اما عندك ولادك حباسه ومصوفجين غيخاف منهم. عمك براني في الارض، الا عندك شي واحد اللي مثلا يضغط عليه يقول ليه عطيها تيعطي، لا ما كانش هاد الشيء راه ما كاينش. الدرويش راه ما يعيش هنايا. الناس قال لك ستة الاطفال، قال لك خاص يكون جنود شحال من حال مدنيات جوج في بقعه. حنا سيدي عندنا ستة الوليدات، انا عندي ستة والجار عنده ستة، اولا انا عندي 4 والجار عنده 4، كيفاش غنتفاهموا؟ حنا هنا كل واحد وبابه ما فاهمينش.
دابا انت ولادك ولاد كرشك ما كيتفهموش في الدار، محتاج دابا 4 العزار ولا 5 العزار في الدار ما مسلكاش، و 60 متر ولا حيتي منها لا كرو درج اشنو بقى؟ تبر حنا تكرفسنا عشنا مكرفسين وكنبغينا حياه نقيه، باش نتكرفسوا هنا نتكرفسوا غير لاش القهاوي خداو، التجار الكبار خداو، كلشي استافد، وحنا قالك هذوك عندهم البقاعي الكبار خداوهم وحنا البقاعي ما بقاوش لينا، قالك ما عندناش البقاعي، راه تنطالبوا من صاحب الجلاله يجي يشوف من حالنا المسؤولين، بغينا البقاعي ديالنا نمشيو ديك الارض فرحانين بها، تيقول لك خدينا شاكات فيهم الدعم باش نكريو، لا ما كاينش هذا الشيء، ما كاين لا دعم لا والو، حنا بقينا عين مقهورين الفقراء، راه ما عندناش باش نكونوا، انا حاليا تنقول لكم ما عنديش باش نكون الغالب الله، دابا تناشد المحسنين يساعدوني، قال لك رجعي للبركه ديالك، البركه ديالي مهدومه، انا غنوريكم البركه ديالي كيفاش دايره، والغالب الله وعاش الملك. دابا كيقول لك حنا واخدين الدعم، حنا ما واخدينش الدعم. حنا اصلا تبقعة الواحد ما واخدينهاش، اش غناخذوا الدعم؟ الارض باقا ما مجهزاش. والارض باقا ما مجهزاش، كيقولوا الناس خويو جيو ريبوا هاك وخذوا بقاعي. الناس مريضة في البلان. ما بقاوش لهم الارض قال لك دابا. ما كاين لا بلان لا والو. حنا بغينا وليد بغينا وليداتنا يتربوا بتربية نقية، بغينا حياة زوينة، بغينا شحال من حاجة عشقناها هنا وما لقيناهاش. ما هاربين من حتى شي حاجة. ما هاربين من حتى شي حاجة، بغينا غير السكن لائق لينا ولوليداتنا. هاد المدن الصافي كيخرجوا منه أساتذة، كيخرجوا منه دكاترة، كيخرجوا منه قودات. وكاين اللي الله غالب، حنا كنطلبوا من هاد المسؤولين يعطونا كل واحد بقيعتو ويعطونا الدعم اللي خرجوا لنا سيدنا. حنا بقينا غير دراوش، كاينه اللي كتصبان خدامه عند الاميره عطاوها جوج بقاعي، كاينه اللي كتصبان، كاينه اللي كتمشي تبيع خضيره على وليداتها، كاينه اللي كتتصور 600 كتعطي لولدها 1000 فرانك كتشد 400 تصرفها عليهم. هاد الناس راه حنا حقرونا بزاف، حقرونا، قال لك شادين الدعم 3 المليون، انا قالوا لي في كوميسيريه، انا علاش يهزني؟ علاش؟ علاش يكرفسني؟ انا مريض عندي حقوقي. لا هضرنا تيجيبوا لنا، لا هضرنا تيجيبوا لنا، كل ساعه مجي البوليس، ما يجيش انا البوليس ويطلعني انا كل نهار، شنو دايره مجرمه؟ شنو كنديروا؟ صحاب الحشيش صحاب القرقوبي شنو كنديروا حنايا؟ والو انا مريضه، يدني في يد الله، انا تنترجى الله وسيدنا هو يصيفط لنا شي مسؤول ويسمع النداء ديالنا ويدخل لنا شي جمعيه لحقوق الانسان، حقوق الطفل، ها هما الاطفال عندنا تيتشردوا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.